مزيد أيضا ينضم إلينا هاتفيا مشاهدينا العميد الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة. مرحبا بك دكتور هشام. مرحبا بكم دكتور هشام. يعني بطبيعة الحال نحن نتحدث عن جرائم الاحتلال وإمعانه في الاستمرار بها، سواء في الجنوب اللبناني أو في قطاع غزة، ومر عام على بدء هذا التصعيد في المنطقة. كيف تقرأ أفق المشهد الآن في الشرق الأوسط دكتور هشام؟ أكرره كما حصل خلال هذا العام كله. هذا الجيش، الجيش الإسرائيلي، لا يحسن القتال ولا يمارس القتال، يمارس القتل، والقتل يختلف عن القتال. هو يمارس القتل بالاغتيالات، وهذه التكنولوجيا متطورة زود بها من حلفائه، وداتا ومعلومات عن كل المزمع اغتيالهم، وأصبحت واضحة ومعروفة. يمارس القتل والتدمير أيضا بالطائرات، ليس بالقتال وجها لوجه. عندما يجرب أن يقاتل وجها لوجه لا يحقق كما نعلم أي مكاسب، بل يتكبد خسائر كما حصل في غزة مع حماس وحفنة. يعني بالنسبة لحفنة صغيرة بالنسبة لحزب الله. وماذا استطاع، كما سمعت الدكتور عبد المنصور يقول، ماذا استطاع أن يحقق في غزة؟ يعني حقق أهدافه المعلنة؟ لا، حقق أهدافه استراتيجية غير المعلنة، وهي تهجير أهالي غزة إلى خارج غزة. لا، كذلك في جنوب لبنان ماذا فعل؟ هو جرب أن يدخل بريا إلى جنوب لبنان، درس عدة سيناريوهات، فاكتشف أنها مكلفة جدا، التوغل والاجتياح والاختراق. ومنذ 10 أيام تقريبا يحاول على الحدود أن يعني يتقدم إلى بعض القرى ويتكبد خسائر. يعني حتى الآن يجابه بمقاومة ضارية من حزب الله، ويعني مقابل ذلك لم نجد أي مكسب عسكري تكتيكي أو استراتيجي. سيتابع أنا برأيي تفتيش على وسائل أخرى، عسى ولعل أن يستطيع خلال الأسابيع المقبلة أن يحقق كسبا ما، يقول لحليفه أمريكا الشريك في هذا العدوان حقا أنه حقق مكسبا ما، وتفرض عليه أمريكا ساعة إذن وقف إطلاق النار، ربما بقرار جديد يصدر مجلس الأمن تنصه أمريكا ونتنياهو معا، ويكون عديلا للقرار 1701، هذا القرار الذي لا يناسبه حتما ولا يريد أن يطبقه، لأنه قرار 1701 لمصلحة لبنان حتما ولا يرضي العدو الإسرائيلي. هذا أنا الذي أراه. فمن الآن إلى تاريخه سيستمر بمحاولاته على الحدود، وحسب الله كما نعلم يعني هو تنظيم قوته هي في الردع وفي القتال في الميدان. استطاع العدو الإسرائيلي خلال 2 أسبوع أن يفقدنا الردع إلى حد ما، وإلا لما استمر في غيه وفي قصف المناطق اللبنانية المختلفة وقتل المدنيين. وأنا أقول عن أضم صوتي للوزير عدنان الصديق، أقول أن الأهداف التي يقصفها في لبنان بالطيران ويدمر أحياء بكاملها هي بمعظمها أهداف مدنية معظمها، ونحن بالتقدير الدقيق يعني 1 من 5 1 من 4 ومن 5 من هذه الأهداف ربما هي مراكز حزب الله، ربما مراكز ثقافية أو إعلامية أو اجتماعية. الضاحية الجنوبية هي ممتلئة بالمراكز الغير عسكرية لحزب الله، هذه يقصفها، ويقصف أيضا أبنية لا علاقة لها بحزب الله ولا علاقة لها بالمقاومة. لديه قوة نار هائلة ولديه طائرات تزوده بها أمريكا، وأمس قصف البنى التحتية، يعني مشروع الليطاني هو مشروع محطة تحويل المياه، ويقتل كما نعلم المسعفين والعاملين بالقطاع الصحي. يعني كما في غزة عندما استهدف جميع المستشفيات والقطاع الصحي، ويحاول
أن يقوم بهذا العدوان ويستمر به في لبنان طالما لا رادع له. صحيح دكتور هشام جابر، أنا بشكرك شكرا جزيلا، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة في لبنان.